Female Championship. نرحب بالسيد علي الواوان محامي مستشار قانوني من اسطبلات الواوان بدولة الكويت شقيقة. ايضا نرحب بالسيد سرور مالك اسطبلات الحميدية للخيول العربية، ونتمنى ان شاء الله ان المباراة الجاية يشارك فيها ان شاء الله. هذه هي المهارات اللي تأهل وصلت للنهائي. دعوة للسادة الحضور لزيارة مربط دبي. هذه دعوة للسادة الحضور لزيارة مربط دبي. ضيوف طبعا هذه الفعاليات لليوم المفتوح بمربط دبي اللي هو يوم غد في تمام الساعة 9 صباحا، والحافلات ستكون متواجدة في تمام الساعة 9 صباحا لتقل طبعا الضيوف اللي بيزورون مربط دبي لمشاهدة فعاليات اليوم المفتوح. طبعا أيضا طعام الإفطار وطعام الغداء بيتناولون هناك إن شاء الله في مربط دبي، وإن شاء الله نتمنى أنهم إن شاء الله يستمتعون بما سيقدم إن شاء الله في هذا اليوم المفتوح وهذا العرض من مربط دبي للخيول العربية. واللي عنده اي استفسار موجودين الاخوان هني، موجود السيد عبد العزيز المرازيق موجود
اللي عنده أي استفسار عن هذا الموضوع. والدعوة طبعا عامة بدون استثناء. هذه هي المهارات اللي تبارت في هذه البطولة وتأهلت ووصلت إلى النهائي. جميلة جدا. أو هذه هي صفوة المهارات المشاركة في هذه البطولة. شوف جماله متقارب أيضا.
نرحب بكم مرة أخرى أعزائي الحضور، أعزائي المشاركين. من هي المهرة التي حصلت على المهرة الذهبية ولقب المهرة الذهبية لهذه البطولة؟ ندعو السيد خالد بن جاسم السركال المدير الإقليمي للشارقة والإمارات الشمالية لطيران الإمارات، يتفضل مشكورا لتسليم الجوائز على الفائزين. ونشكر أخواننا أيضا في طيران الإمارات على هذه الرعاية الكريمة لهذه البطولة. في المركز الأول أو الذهب، ذهب المهرات يذهب إلى عجمان ومربط عجمان، وعين جيم سواري هي البطلة الذهبية أو المهرة الذهبية لبطولة دبي الدولية للجواز العربي. والفضة هي لمربط دبي، والفلامينغا هي البطلة الفضية لبطولة دبي الدولية للجواز العربي. ورقم طبعا أو البطلة البرونزية هي أيضا للمملكة العربية السعودية، ومربط المعود ألف 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 مبروك برهانة أو برهاني شريفة لمربط المعود، مبروكين. ونتمنى الجميع التوفيق إن شاء الله. ندعو السيد خالد جاسم السركال المدير الإقليمي بالشارقة والإمارات الشمالية بطيران الإمارات، يتفضل مشكورا لتسليم الجوائز على الفائزين. Our gold champion is AJ Sawari, owned by the Ajman Stud. The silver champion, El Flamenca, owned by the Dubai Arabian Horse Stud. And the bronze champion, Burhani Sharifa, owned by the Al Mawad Stud. We'd like to welcome to award our champion gold, silver, and bronze awards, Mr. Khalid Jasim Al Sarkal, the district manager for Sharjah and Northern Emirates, representing Emirates Airlines. Thank you.